وللمزيد حول تصعيد الاحتلال الصهيوني من انتهاكاته ضد الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الخليل الصحفي الفلسطيني مصعب قفيشة. أهلا بك معنا سيد مصعب. أهلا بك زميلي. حياكم الله سيد مصعب. اقتحامات لمنازل ومخيمات الفلسطينيين تصاحبها اعتقالات وقتل على الهوية من قبل قوات الاحتلال، بما تفسر هذا التصعيد المتنامي المتزامن مع استفزازات قادة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك؟ يعني بالتأكيد هذه الاستفزازات هي استفزازات متواصلة منذ يعني أيام وسنين متواصلة، ولكن جابت ذروتها الآن لأن المتطرفين ولأن الشعب الإسرائيلي يشعر بأن هذه هي الفترة الذهبية بالنسبة لهم. تصادف الآن الأعياد اليهودية وبالتحديد عيد الفصح وبطقوسهم التلمودية التي القرابين داخل المسجد الأقصى في إشارة إلى عهد وإيذان ببناء الهيكل. هذه الطقوس التلمودية وهذه الرغبات اليمينية المتطرفة تأخذ بشكل جدي تصريحا وليس تلميحا من الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية وبالتحديد وزير رئيس الوزراء بنت هذا اليمين المتطرف قالها بشكل علني أمام وسائل الإعلام بأننا يعني كحكومة إسرائيلية لن يكون هناك لدينا أي قيود بالتعامل مع الفلسطينيين. الجماعات اليمين المتطرفة الآن تدعو بشكل جدي وفعلي لذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، بل على العكس قدمت تسهيلات ومبالغ مالية تشجيعا لكل من يشارك في ذبح القرابين. يعني نحن شاهدنا العام الماضي ذروة الحشد ومسيرات المتطرفين والمستوطنين من أجل اقتحام الأقصى، ولكن هذا العام نشاهد بشكل جدي وفعلي وبدعم يميني متطرف طيب. للحكومة في المقابل عمليات المقاومة في الداخل والضفة لا تتوقف ردا على هذه الانتهاكات. السؤال هنا، هل نحن أمام حالة فشل أمني كبيرة يعيشها بالفعل الاحتلال في أجهزته الأمنية؟ يعني بالتأكيد كل التقارير الأمنية، ونحن كمحللين ومراقبين وصحفيين نستمع إلى الإعلام العبري وتصريحات الإعلام العبري تقول بالبنط العريض وبالخط الواضح بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبالتحديد جهاز الشباك وجهاز جهازي الشباك والأمن الداخلي منيا بفشل ذريع. يعني لأول مرة بتاريخ دولة الاحتلال شاب بمقتبل العمر يقوم بإدخال ومنع التجول في مدينة تل أبيب وبالتحديد في الشارع الحيوي المعروف بشارع ديزنجوف. قوات الاحتلال بكل طواقمها وبكل عتادها وقواتها ولواءاتها دخلت في مرحلة تفتيش بيت من أجل العثور على هذا المنفذ، وبقي ساعات حرة طليق. نحن أيضا تقديرات الأمنية تتحدث عن أن هناك يعني موجة عمليات جديدة ربما ستشهدها دولة الاحتلال، لذلك هم يصعدون الآن من وتيرة الذرائع والتسديدات الأمنية. يعني نحن نتحدث بصراحة عن ما يطلق عليه الذئاب المنفردة، شخص يعني بدون أي اتصال وبدون أي تمويل وبدون أي يعني حاضنة، يعني تأتي في باله الفكرة ويقوم بعملية تنفيذ عمليته في أي كان وفي أي وقت. لذلك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشعر الآن بحالة رهبة شديدة. هل تشكل هذه العمليات إرباك حقيقي للاحتلال برأيك؟ يعني بالتأكيد الحكومة الإسرائيلية بأكملها من صغيرها لكبيرها الآن تقف على رجل واحدة، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وقادة جيش الاحتلال وبالتحديد رئيس أركان الحرب كوخافي يعني يجلس ساعات مطولة ومشاورات أمنية، يشعرون برهبة هذا الشيء، يعني يشعرون بأنهم مقبلون على مرحلة صعبة جدا. الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية
قامت بعملية إحاطة أمنية من أجل منع تكرار مثل هذه العمليات، وقالت بأنها ستبني سورا جديدا على السياج الفاصل وبأنها ستحارب المقاومة الفلسطينية في معاقلها. ولكن بصراحة نحن نشاهد يوميا محاولات اقتحام محاولات اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين ومدينة جنين وتفشل بشكل ذريع. يعني تدعي بأنها تحاول اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب رعد حازم وتفشل، تدعي بأنها ستقوم بمنع العمليات بينما تتكرر ونشاهد عمليات جديدة. كل هذه المؤشرات تؤكد بأن دولة الاحتلال يعني مرتبكة وخائفة مما هو مؤمن. كان هناك تصريحات بضرورة تصريحات إسرائيلية بطبيعة الحال إلى تشير إلى ضرورة يعني رفع مستوى التعاون مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية. ما الهدف من يعني رفع هذا التعاون برأيك أيضا؟ يعني الهدف ما هو معلن، الأجهزة الأمنية يعني الحكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تدعي صراحة بأنها مستمرة بالتنسيق الأمني، هذا التنسيق الأمني الذي يفرض عليها منع وإحباط أي عمليات فدائية. ولكن على الأرض وحقيقة نحن نشاهد حالة غليان، نشاهد الشعب الفلسطيني ينتفض، نشاهد نقاط التماس والمواجهات، نشاهد عمليات الاشتباك في مخيم جنين ومدينة جنين والضباط، وهذه الحالة العسكرية والعسكر التي تمتد وتنتشر في كل مدن الضفة الغربية، وأيضا من داخل المؤسسة الأمنية. يعني الأجهزة الأمنية والمصادر العبرية قالت اليوم بأن أحد عناصر الضابطة الجمركية حاول تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أريحة. هذا يؤكد بأن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه بكافة مكوناته يؤمن بالعمل المقاوم ويؤمن بأن المقاومة هي السبيل الوحيد من أجل تحرير فلسطين، مقاومة بكافة أنواعها ووسائلها. في ظل كل ما يجري يعني من انتهاكات لربما وتحديات، كيف تقرأ أيضا موقف المقاومة في غزة، وهل سيكون لها دور فيما يجري على غرار ما جرى في عملية أو في عمليات سيف القدس في العام الماضي؟ يعني بالتأكيد، ونحن نتحدث الآن قبل قليل يعني أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران بأن مخطط ذبح القرابين من جماعات الهيكل في المسجد الأقصى سيكون له عواقب وخيمة وغير متوقعة. المقاومة الفلسطينية في غزة قامت بإصدار عدة تصريحات واضحة وصريحة لحكومة الاحتلال والمستوطنين بأن هذا المخطط وبأن أي اقتحام واسع للمسجد الأقصى وأي محاولة ذبح قرابين هي إعلان حرب، وهي يعني ستبدأ من النقطة التي انتهت منها في عملية سيف القدس. وأيضا تم إبلاغ الوسطاء المصريين والوسطاء الدوليين بضرورة وقف العنجهية وعرضة للمستوطنين في المسجد الأقصى. شكرا جزيلا لك، عذرا على المقاطعة، كنت ضيفا عبر الهاتف من الخليل الصحفي الفلسطيني مصعب قفيشة، شكرا جزيلا لك.